bir sen mahnelede. Ne olurdu yerinde duraydın. Daha dün kalbim şuradaydı. Nerede, vah nerede? Nerede unuttum kalbimi acaba? Nerede, vah nerede? Ah nerede, vah nerede? Sabah الخير. صباح النور. اوعك لا تصرخي. شوفي زهراء، زهراء شفت عنكبوت يا اخي. معقوله الحكي؟ عم بتصرخي مشان عنكبوت هلا؟ لا لا اخي خلص ما في مشكله. يا ربي دخيلك. والله رح تخليني ارجع على السجن مره ثانيه. رح تخليني ارتكب جريمه من اول وجديد يا اخي. ها هات لشوف شو بعتت. شو عندك؟ هات لشوف. بعثت لك رسالة مع شخص مبارح، ما وصلتك؟ ولا شو الوضع؟ رسالة شو؟ أنو رسالة؟ قلي شو عم تعمل أنت هون؟ إيه بردت؟ بردت قلتلي، يلي بيبرد بياخد حرامه بيتغطى فيه، ليش نايم جنبي؟ يلا قلي، شو أنا دفاية يعني؟ شو قلتي دفاية؟ أف قديشك جاهل، شي بدفي يعني؟ لا يا روحي، بالعكس تماماً أنت كتير باردي. وبصفتك صاحبة البيت كان لازم تفكري تعطيني شيء لأتغطى فيه. لا أنا بدي جم من وراك، هات الشيء واضح. لك يا الله وين شنطايتي؟ أنت نسيتيها مبارح. ليش أنت تركت فيني عقل؟ تمام زهراء أنا بستسلم، لأنه حضرتك مستعدة للخناق كل النهار فأنا بصدقك معناتها. بس ما فيني ضل مشغول، قولي لي إمتى فيني أطلع؟ ليروحوا وقت أنت بتطلع. ماشي ماشي. شو عم تعمل؟ عم نام. تتأخر على الشغل، يلا قوم. روحي انتي. بدي البس. البسي يا حبيبتي البسي. اه بدي البس. وانا عم اقول لك البسي. لا تطلع علي. ايه لا تطلع، يلا دير وشك. وكأنه جانم فيكي انا. لا هيك ما بصير. شو عم تعملي يا بنت؟ شو عم تعملي؟ سكوت. بدك كثير شوب. أنا ماني مثل الرجال يلي بتعرفيهم. يلا خلصتي؟ رح اختنق هون. خلص حاش تنق، بدي نقي. استنى. وبدك تنقي كمان؟ دير وشك ولا؟ ماشي ما رح اطلع، فكرتك لبستي. فهم. لا تعصبي. سجادة التأمل من على الأرض؟ لأنه ما في داعي تضل بنص الغرفة. عن جد بس معلش ألعابك يضلوا فوق الطاولة ما؟ شايفتيهم شي؟ لا. وأنتي روحي تأملي بغرفتك يلا. كأنه عم ينفعك بشي. شبو تأملي ليش على القليلة؟ بحقق السلام الداخلي وما بيخليني حدا مثلك بوشين. يلي بيسمعك بقول مو هي نفسها اللي ركضت وراه لفريد. وأنتي قلتي رايحة تتمشي. ما عرفت ايمت لحقتي تجهزي حالك، شعرك ومكياجك ولبسك، ضلعتي ببيجامتك وكذبتي علي كمان. وانتي كمان كذبتي علي. لا انا ما كذبت عليكي، بس انا ما قلت الحقيقه. وهالشي مانو مقبول. مو مقبول، انتي معك حق، بعتذر منك. وليش عم تعتذري يا مجنونه؟ تعالي يلا. يلا يلا ساعديني بسرعه. تمام، بس خلينا نحط سجاده التامل مكانها. تمام. حلو الأخوة عمر ومراد خير؟ انتو اتنين شو صاير معكم؟ خير ان شاء الله؟ الإنسانيين اتدمرت كل أحلامهم، شو المهم؟ المهم وين رايحين؟ وين جايين؟ وين طالعين يا أخي يلمز؟ صح والله معي حق. استنوا شوي، ليش أهلكم رجعوا المرة الماضية بنص الليل؟ عم تقول رجعوا أهلي؟ ايه انت هنا يا أخي. والله أبي لا يعوفنا حالنا، شو نساوي؟ اضربني اضربني، عمل لك اضربني. شو اضربك؟ عن جد انت مجنون على الاخر يا اخي. ابعد يلا ما استعلق لك، ضربني يا اخي. عامل لك ضربني. اخ اخي انت منيح؟ كل شيء تحت السيطرة، لا تخاف، تمام رواق. كمل اخي يلا ما كمل. ايه لعيونك.
أنت؟ إيه هذا أنا. لا تفكري إني عم بلحقك. ها مرحبا، كيفك؟ شنطايتي فتحتها لحتى أدور عليكي ولاقيكي يا زهراء، وهيك قدرت أعرف اسمك كمان. ولا يهمك، بتقدر تفتحها، دورت عليها بكل مكان. عن جد شكراً كتير لإلك. شكلك نسيتيها بعجئة مبارح وفكروا إنه نحنا منعرف بعض فعطوني إياها. عن جد شكراً كتير إلك. طيب شو رأيك عزمك على فنجان قهوة؟ أعتبره شكر أو اعتذار، يلي بدك يا. إيه ما في مشكلة. إيه تمام ماشي، أنت عود وارتاح وأنا هلأ بيجي. أوكي. يلا يا ابني. شو عم يصير هون؟ بابا؟ اخواتي شو اللي عم بيصير؟ يا روحي تعال يا ابني تعال. ضربوا اخواتك. عن جد هذا واحد مجنون يا اخي مجنون. ايه والله ضربوا اخواتك. حسدوهن على جمالهم، جمالهم طبيعي وحسدوهن يلي ما بيخافوا الله. انتوا ليش تورمتوا مرة تانية؟ ضربونا كتير يا اخي. ما كانوا صغار، ضربونا يا اخي. يعني كيف وين؟ مين ضربكم هاي المرة شباب؟ مو كان مراد مريض؟ طلعوا الشباب حتى يغيروا جو ويشموا هوا، حصروهم بالزاوية وضربوهم. طيب. ضربوهم كتير يا ابني، ضربوهم. اهدى نفسي بالبيت يا أخي. آخ الله لا يوفقن أولاد الحرام، كيف ضربوهم لأولاد. شو يا أخي؟ الله يبعث لهم مين يضربهم ويكسرهم تكسير. آمين. أمي إذا خلصتني من قسم الدعاء بدي أسألهم مين عمل فيكم هيك. والله يا أخي أبو المافيا بلبقوه بالأجدب. أبو المافيا قتلي أخي حبيبي، شو بده يكون له شغل معكم أبو المافيا يا ترى؟ شو بيعرفنا؟ قالوا إنه الشرطة ممكن يجي ببالهم يخطفوهم مشان يطلبوا فدية. ما بدنا نحكي قدام حدا. إيه؟ نحن أغنياء لهالدرجة؟ طبعاً، العالم بتنقل أخبارنا من واحد لواحد عن الثروة اللي عنا. فريد أبوك تعال هون دقيقة. تعال يلا. من وين جبت نجيب الأجدب يا ابني؟ نحن وين والمافيا وين؟ انت قلت لي لاقي حدا يضربنا. اخي انا قلت لك نكبر قصة الضرب مشان ما ناكل قتلة من ابي كمان، بس انت ما فهمت علي. شو بيعرفني يا اخي؟ قلت لحالي انا خليني ادعمك. انا شو بيعرفني انه هالرجال مافيا؟ عن جد ما بعرف من وين علق اسمه براسي، شفته بشي مكان. يا اخي شوي سكوت. ليك على الحكي كأنه انا قلت له ينضرب. سكوت بقى، قلت لك سكوت لا يسمعوك. ما بيوجع كتير ما هيك؟ لا هو إيده خفيفة. وأنا هلأ برجع بعتذر منك. بالمناسبة أنا لسه ما بعرف شو اسمك. اسمي لا استنى شوي لحتى أحذر. اسمك جينكار. وأنا زهرة. بيشرفني. وأنا كمان. رفيقك يلي كان مبارح، آسف بس لازم رد على المكالمة. لا ولا يهمك، أنت رد وأنا خليني أشوف الزباين ماشي؟ ألو؟ بالسلامة إن شاء الله، واستنوا مني خبر. شكراً لك. امشي. شو قال لك أخي؟ سألوني كم سؤال وبس. كيف صار الحادث أنت وياه؟ أخي تعال شوي، خلينا نحكي دقيقتين على جنب. لا تواخذني، بعرف عيب. شو ساوي؟ شكراً كتير لك، خبرتهم وين رح نكون، لا تخافوا لا تقلق. تمام يلا بشوفك بكرة. شكراً. منيح، شكراً كتير لك. شكراً. يلا ضبوا أغراضكم بدنا نروح. لوين؟ صحتين وهنا. بدك تروح؟ اي والله مضطر، صار عندي كم شغله. قبل ما انسى خليني اعطيك هاي. ما في مشكله. اكيد هديك تعبت مي، لا تواخذني. بتمنى لك الحظ دائما. يعني خسرت مشاني مرتين، بعتذر منك. انت بتشتغل سائق شيء؟ بعتذر.
عم بسألك مثل مدير النفوس، شو بيعرفني؟ بصراحة لما شفتك لابس طقم مرتين أنا عن جد بصراحة هيك فكرت بوقتها. إيه معك حق، معك حق. إيمت ما بدك فيك تجي لهون، عندي تخفيضات لأني موظفة هون. شكراً إليك. بشوفك. شوفك زهراء، إذا بعطيكي رقمي وإنتي كمان بتعطيني رقمك بلكي حبينا نشرب فنجان قهوة أنا وياكي، بس أكيد مو هون بصراحة. خلص تمام، ما في داعي تقليلي شي. إذا في ورقة أو قلم لأكتب لك رقمي عليها إذا حبيتي تتصلي فيني. إيه في. شرف، تفضل. يلا بشوفه. شوفه. ألو. نعم فريد. شو؟ شرطي قالنا نتواجد بمكان، مو لقلنا وما بيعرفوا مين نحنا. مثل ما بتعرفوا كل الأماكن ملكنا، قلت له منروح على الفندق حتى يجينا التأكيد من الشرطة إنه نح بيتنا آمن. نقعد هون ساعتين عندكم نتسلم مع بعض لبين ما يفحصوا ويخبرونا إذا منقدر ننام بأمان ولا لا. عمي حاكم بيك، رجال لا تحكي هيك. فيك تجي إمتى ما بتحب، البيت بيتك، بتقدر تبقى هون، المكان مكانك يعني. ممكن أقول شغلة، ما بيطير عصفور بالحارة إلا وبيعرف فيه أخي علي إنه طار. بتعرف هالشي؟ يعني حتى جنس العصفور بيعرفه أخي بالضبط إذا أنتاي أو ذكر، مو هيك أخي علي؟ أنت بتعرف كل شي عم بيصير، مو هيك حبيبي؟ شو عم تحكي أنت؟ رجاءً منحطكم فوق راسنا، فيكن تبقوا هون لو سمحتوا. ما بتعصر، تسلم. بيقدر فريد ينام بغرفتي. لحاله يعني، لما ما أكون موجودة بالبيت بينام لحاله بالغرفة. لا شكراً، أنتي لطيفة كتير بس هون مريح، أنا بنام هون يعني، هون مريح لظهري أكتر. يعني مبين أنه رح يكون مريح لظهري لجرب؟ انتبه يا ابني، مع هيك لا تنط عليه كتير، ماشي؟ ايه يا شباب، كيف صار معكن هيك؟ مو مبين عوشكن أنكن أصحاب مشاكل، كيف صار الحادث معكن؟ لو نخبره يا أخي كيف هيك صار معنا. مو قول أنت، بلش أنت، احكي أنت. لا أنت بلش. ايه يا أخي العزيز علي، على أساس كان موبايلك ضايع، وين لقيتي؟ ما لقيته، جاب لي الشبي اللي كان بالحفلة. بلشت القصة هيك، كنا بالبيت وكان أخي مريض كتير، قال لي أنا لازم أطلع يا عمر، وإلا نحن كنا بالبيت يا أبي طبعاً. ونحن نازلين على الساحل اتطلعت وشفت أخي على الأرض، جيت أنا لحتى حاول أنقذه، قاموا ضربوني على وشي. شوفي، شو عرفوا للرجال بالمكان يلي بتشتغلي فيه أنت؟ ليش المكان سر يعني؟ بعدين قلت له أو ما قلت له، شو دخلك؟ واحد مخادع وكذاب. بدي نام خمس دقايق، ما بتخلوا حدا يعرف ينام. شو مشكلتكم أنتوا؟ عن جد ما عم بفهم عليكم، جننتوني. أهلين حبيبتي، شو عم تعملي هون؟ تركوني بحالي لأني معصبة. معك حق، نعتذر منك، مو عارفانين إنك نايمة هون. يلا رجعي نامي، نحنا ما رح نرجع نتخانق. يلا رجعي نامي يا روحي. ايه يا سميها خانم، امدحي وتفاخري، انا عندي بيت هون وغيره هنيك، وعندي قصر وعندي فيلا ومن هالحكي هاد. وبالنهاية رح ترجعي لعندي لهون على بيتي الصغير والبسيط، هاي هي نهايتك. يعطيك العافية. شكراً ابني. أنا كنت عم أحكي عن حدا عنا بالحارة. ماشي يا أمي، خلص ما في مشكلة. ماشي. مانو كذاب، هو سائق، على الأقل ما بياخد مصاري من أبوه مثلك. شايف، عرفتي شو بيشتغل كمان؟ ما عرفت، شفت بعيني. بعدين شو كان بدك ياه يعمل؟ إزت الشنطة بزبالة؟ شو علاقة هالحكي بحكي أنا؟ شش، لا تحكي ولا كلمة، تعال. يلا يا تعال. الله دخيلك يا الله، ما منقدر نحكي شوي حتى؟ هذا مو بيت، هذا حقل الألغام. أنت متعود حبيبي. بس أنت مو متعودة يا روحي. شوفي زهراء، هذا الشاب عم يضحك عليك. أنت عن جد عم تتجاوز حدودك. لأنه ما بدي تنتزع خطتنا اللي تعبنا فيها بسبب تصرفاتك المهملة وغير المسؤولة كمان. أنا ما؟
ليك أنا عملت كل شي بدك يا أنت، بس هذا ما أنا من طبعي أبداً. أنا بقرر مع مين بدي أحكي ومع مين لا. فهمت علي شو قلت؟ مين هون؟ في حدا متأكدة. انتهينا، صارت حالتنا بتخوف. ما في شي، خلاص نطلع ومنشوف. طيب ماشي. طلعت أنت وياه بعدين؟ أخي خبصنا الدنيا. شو صار؟ نحن انتهينا. تعالوا لجوا، تعالوا. يلا. الأولاد ما حكوا لك كل شيء لأني نبهت عليهم ما يحكوا، لهيك ما أعطوك التفاصيل. بس الوضع خطير، يلي ضرب أولادي من المافيا. لا تقول حاكم بيك. ما بعرف شو هالبلا اللي إجانا. مين هو وشو دخله بالمافيا؟ طلع من السجن عن جديد، قريت اسمه بالجريدة من يومين، وبيسموه الأجدب نجيب. قلت الأجدب نجيب؟ أنا من الأول كنت حاسس، شكيت فيكن. شو أنتو ما فيكن عقل أنت وياه؟ ما لقيتوا كذبة تانية يعني؟ ليكو أنا بقدر لاقي 10 كذبات خلال دقيقتين، بس أنتو مو معقولي. متأكدة من هالشي؟ وشو بيعرفنا رح توصل القصص لهون يا أخي؟ نحن قلنا مناكل قتلة وبتمرق القصة. يا أخي القصة كبرت، ما فينا نخبي أو نهرب، لازم نخبر قبل الحقيقة. لا أوعك، لا تجن، أكيد بابا رح يقتلنا هاي المرة. أوه. أكيد برأيي لازم نلاقي شي كذبة جديدة. لا القصة صارت عند الشرطة، ما فينا نكذب من جديد. شوفي يا مرت أخي. لا تقلي يا مرت أخي، عم تفهم؟ عمر، زهراء معها حق، أنا رح خبر أبي. ما في. لا يا أخي، لا يا أخي. أوعك تخبره. بعد شباك ما بصير هيك. فريد، عمر، مراد، دعوا لهون أنت وياه. بابا، شوفي بابا. سنيعة، شوفي يا حاكم بيك، شوفي. قربي لهون، شوفي. جازوا حالكم، ما منقدر نضل بهالبيت. ليش صار البيت أمان؟ يعني فينا نروح؟ موضوع ما له علاقة فينا أبداً. لكن بمين له علاقة؟ فيني أنا. في خلافات بيني وبين الأجدب نجيب وما كانت تخلص من سنين طويلة وما رح تخلص. ومبارح الصبح بعت لي رسالة مثل الرسالة اللي بعت لك إياها عن طريق واحد. وصلتك ولا لا؟ أول شيء ما فهمت الموضوع طبعاً، بس لما شفت الأولاد أكلين قتلة معناها الأولاد هنن الواسطة. كنت حاسة إنه فيك شي يا ابني. هاي الأمور هيك بتصير يا خانم، إذا ما قدروا يوصلوا لي ما بيقربوا عن النسوان أبداً، هيك القواعد بتقول. بيقوموا بيحلوا الموضوع عن طريق شباب حوالينا. تمام، واختاروا الأولاد حاكم بيك وهن اللي لقوهن أقرب شي لإلي. يعني يا أمي نحنا أكلنا كم كف وكم بوكس مشان أخي علي، عادي. خلص هذا بيخالف القواعد. دقيقة بدي أسأل أفهم، هلأ بيت عيلة شربتلي أغلو مانو بخطر وما لهن علاقة؟ بس يعني بيتنا هو اللي بخطر؟ أوكم تفتحوا ليكون هداك الأجدب. دقيقة اهدوا شوي. أنتوا تعالوا معي. تعال يلا أخي، تعال معي. نحنا هون أخي، تعال معي. لك ماشي لنروح كمان. تعال تعال يلا 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 تعال. انت وقف هون. ماشي اخي. وانت هون هيك؟ لا لناحي، وقف باتجاهي. وانت وقف هنيك. انا بلعب مصارعة اخي. تلعب مصارعة؟ لكان يلا تعال لهون. تمام. وقف قريب مني. تمام يلا. وانتو النسوان ليش اجيتوا لهون؟ ماشي الحال. مرحبا، حضرتك علي كايا شي؟ ايه أنا علي كايا. في إلك هذا الطرد. اللي طرد؟ تمام، يسلموا أخي، شكراً إلك. الله يسلمك، العفو. هذا البريد من نجيب الأجدب. هذا من الأجدب نجيب؟ معقول فيها قنبلة؟ لا مو معقول قنبلة. اسمع شو فيه. لنسمع ونشوف. ما في تيك تاك. منيح، افتحها لك. هاد رح افتحها. ما نفتحها. بنفتحها. ما في عنا شي مخبى، صرنا عيلة وحدة. شو هي؟ علبة. افتحها وشوف شو فيها. شو هاد؟ عصفور. عصفور. عصفور؟
شو يعني هذا يا أمي؟ عطيني لشوف. خدي وشوفي لشوف. ها؟ ليك أخي علي كاتب لك رسالة كمان. كانت موجودة جوا؟ أي راها لشوف. بعثت لك هذا العصفور يلي عملته بالسجن. تعرف أنه هالعصفور رمز الحرية والسلام؟ وأنا صرت حر مثل العصفور بعد سنين طويلة. ما بدي أنه قلبي ضل مسجون كمان بالكره. لازم تعرف أنا نسيت كل شي عملته فيني وأنت انسى كل شي عملته فيك. سامحني الأجدب نجيب. الحمد لله وأخيراً تراجع. إيه والله شو هالمافيا اللي روحها مرحب. آسفة من التعصيب مو أكتر. شي مين طرب الجد بعد هدول لكار؟ شو يا أغبياء؟ بابا يا روحي لقيتها. أنا لقيت شغلات غريبة. ضفت شوية قوانين لنادي المنتقمة. برافو شغلك كلياته على الفاضي. انت عم تتمسخري بس هو عباره عن حاجه. اسمعيني منيح لقلك عنا هلا بند الغياب. ايه. كل حدا لحاله والشخص الغايب ممنوع الحكي عليه ابدا. انت هيك بتعملي احيانا سيره. قلت لك اسمعيني اسمعي. وعنا كمان بند فريد الكذاب ما رح نصدقه شو ما قال. وهذا الحكي ببين انه بورشاك قويه كثير. نحن ما رح نكذب على بعضنا بنوب. لكن ليش حطيت قوانين مهمه؟ اسمعيني هلا انت مستعده؟ ما رح نخبر حدا بخطة الانتقام تبعنا. مو كأنه ما في داعي لكل هذا الحكي؟ ليش؟ نحن الأربعة عم نعرف مين بده يخبر مين. مزبوط؟ مزبوط؟ أنا ما فكرت بهالشي. بدنا نخبر بورشاك كمان. وليش؟ مشان نقول أنه فريد ضحك علينا. هي ما وقعت بفخه. لا وبقول عن حالي أذكى وحدة بيناتكم كمان. تعرفي أنا كتير معصبة من حالي. بس هاد نادي المنتقمات. ايه بس كنا رح نخسر. مستحيل ما رح اقدر اتحمل حكي ابدا. يلا سيرة يلا. ايه يلا رايحة ما بقدر قلك شي. هوف يا فكرت بكل شي قلته وحتى ما عم يطلع من عقلي ابدا. تمام منيح. وأنا لعبت عليك كمان. بدي خبرك بكل شي لنكمل من محل ما وقفنا وبصفحة بيضة. اشتقت لك كتير. أنا جاي نحكي لما أجي. لك فضحوني قدام علي. ليش لن نفضح نحن يا روحي؟ اصلا شوف كيف إلهم علاقه بالمافيا. شوف هالشي. فكري بالوضع اللي خلونا فيه اولادنا الهبلان. شو نساوي؟ اولادنا اولادنا هدول مو اولاد هدول هبل وجلاديني. يلا على البيت ولا كلكم يلا. وانت لوين؟ عندي شغل. يلا ولا بس كيف اعتذر حاكم بيك وخلى الأولاد كلهم يعتذروا واحد ورا الثاني؟ حاكم بيك رجال منيح وقوي. رح يعتذر طبعا. كان الموضوع كله رح يضل معلق فيك. كيف هيك أولاده بيخافوا كتير؟ شفتوا سنيها خانم كيف خجلت كتير؟ والله أنا شفت إيدك بإيدها بالأخير.
ليش بدي امسك ايدها؟ هي تمسك بايدي وانا ادفش عني. والله يا امي بتدفشيها او بتحبيها ما بعرف، بس انت بلشي تتقبلي نسيبتك شوي شوي. اخي؟ طبعا طبعا، فريد كبر بعيني لما اخواته كذبوا وهو وقف وقال الحقيقه. شفتي كيف الشاب منيح؟ يعني صح لساته صغير، بس سالت عنه قالوا الشاب محترم. مين قال لك؟ مين ما كان، شو بدك انت؟ هنن قالوا لي، قالوا لي انه منيح. خليهم يجوا يطلبوكي. لك شو عم تقول علي؟ شو عم بقول؟ مثل ما سمعتي. وافي تمام تمام، حبيبي اتفقنا، انا رح روح خبره فورا. ماشي، خبر فريد فورا. يلا. هذا الصح يا امي. انا انهارت. شو صار لك؟ يا الله يا بنت، حوريه 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 يا بنتي، انت منيحه؟ حوريه شو صار لك؟ في ايه يا بنتي؟ يا ربي دخيلك، شو عم بيصير مع هالبنت؟ مو معقول هيك قال خليهم يجوا يطلبوكي. اوه مو معقول. واخيرا واخيرا. انا ما عم صدق انه كل شيء الحل. لو الموضوع كان بايدنا ما كان صار مثل ما بدنا. لو ما بخجل لاتشكر الاجدب نجيب، بس هاي المره لازم ندير بالنا اكثر. اليوم فكرت انه رح ننكشف. ما كان رح يصير اي شيء، يعني هو خناقه العيله طبيعي. فكرتي لهيك خفتي وخوفتيني معي، بس ما حدا سمع، القصه خلصت. خططنا ماشي منيح حبيبتي زهرة. مزبوط، الكل رح ياخد اللي بده اياه. ناخد ناخد، حتى فيني اقول انه ماشي بشكل ممتاز من ناحيتي. يعني هلا اذا بشوف هداك السائق الجربان لحتى بوسه من بين عيونه. بس وين بدي اشوفه؟ على كل حال يلا لا تلهيني روحي، عندي شغل. نحكي بعدين اوكي؟ أنا آسف زهراء، ما رح أقدر أتزوجك. ايه عم بسمع، قولي لي شو هي اللعبة؟ فوت. ليش بدي خاف من سنيها خانم يا امي واسكوت؟ عم قول ما بيهمني لأنه عن جد ما بيهمني. آمين. الدعاء مو مقبول. ولك حورية؟ ليش حتى ما ينقبل؟ شو شفتي بمنامك؟ يمكن شفت يمكن سمعت، رح خليه مجهول. ماما ماما شبكي انتي كمان؟ شوفي لكي حاملة غراض تقيلة وما عم أقدر فكر. خلاص يلا بس أرجع على البيت بنحكي بالموضوع. أمي حبيبتي يلا باي سلام. ما عم أفهم يعني ليش مستعجلين لهالدرجة؟ يمكن نحنا مو جاهزين، مع أنه أنا أدميت شخص وبكفي لكل شيء.
بعرف بتكفي أمي. تيتا وجعتيني، شو بكي عم تشدي؟ ماشي امشي بالبيت وانتي شعرك منكوش. طيب ماشي أمي. لك ما عم احكي معك يا بنت، عم احكي مع دويغو مو معك انتي. انتي ما بتسمعيني ولا بتردي علي، ويلي بيشوفك بيفكر هاي خامس مرة بتنخطبي ولا على بالك والله. مو الأولى على الأقل. شوفي زهراء يا بنتي، هلا يعني نحن نسينا هالشي مو هيك يا بنتي؟ خلص نسينا وما عاد نتذكر هالشي. ماشي اوعك لا تزعلي، انا بحل كل شي لا تقلقي. مالي زعلانه يا امي، خلص خليني سكر. شوفك يا روحي، مع السلامه. يا بريحان كله منك. تركت الجامعه وانفصلت وما اهتميتي لهي الدرجه يا امي. ها كنت عم قول شو ناقصني، طلعت انت الناقصني يا فريد. لازم نحكي نحن. عن شو بدنا نحكي؟ عن خطبتنا الكذابية ولا حبنا الكبير؟ عن شو بالضبط؟ خلصت هاي اللعبة لهون وحاجة. فريد انت شو عم تقول؟ صاير شي؟ شو بده يصير؟ نفدت بسهولة. شو عم تستنوا لآخر دقيقة حتى تخبروني؟ ها؟ عم اسألك جاوبيني. بلكي أنا رجعت حكيته عادي وكأنه ما في شي وخليته يفوت لحياتي. الله لا يقدر. كذب علي، فكرته ندمان، فكرته اشتاق لي، فكرت انه بيحبني، انه ليش لا. كمان كذب علينا هيك، لا تبكي. ايه يلا بعدي عني، بعدين ليش لا ابكي من شانه. والله انا ما رح اكذب عليكم بهيك موضوع. امبارح حاول يتقرب مني، أنا حاولت استدرجه لنحكي بالموضوع بس ما زبطت لدرجة إنه الساعة 5 قمت وصرت ألعب السينما الصامتة منشان شتت مخه. خليني إلكن هالشي أكون صريحة، طلعت لي هالات وانتفخوا عيوني من قلة النوم. مسكي هاي وأنا رح شوف هالاتي. رح يخلي نور نجوميتي ينطفي هالبلا أخلاق. لا وشو عم تحاسبنا الست؟ مو هي كانت رح تفسد لفريد عن الخطة كلها؟ بس أنا ما فسدت. بس ما فسدت يا نهال. وكيف صلحتي الموضوع يا ترى؟ شو قلتي له يا بورشاك خانم؟ زهراء حبيبتي شوفي، رجاءً لو سمحتي خلينا ننفصل. أنا آسفة ما بقدر. ما بتقدري؟ أنا بوثق فيكي. عم قلك مستحيل. شو بدنا نلعب لما أنت بدك وما بنلعب لما ما بدك؟ شو ولاد نحنا؟ حط هدول. إذا بتريدي زهراء. عم قلك لا. زهراء روحي لو بتسمعيني لدقيقة لك بس شوي، وهي أنا عم بترجاكي لو سمحتي مشان الله. قوم بلا جنان أرجوكي، ما بدي. يلا قوم فضحتنا. إذا بتريدي. يلا قوم فضحتنا بقى، شو صار لك؟ عم بترجاكي يا زهراء لو سمحتي. وقف وقف. يلا يا بنتي قولي موافقة، رح يخلص شحن تليفوني. إيه إيه. خالة أنت فهمتينا غلط، هذا مو عرض زواج، هذا عرض انفصال. لا سمح الله. الله لا يقدر يا ابني. تعال نحكي شوي، انت شو مشكلتك؟ قل لي في شي مو منيح؟ مو منيح ابدا، مو منيح. يا ابني عجلوا شوي، في شغلات بتنكسر هنيك، احملوها على مهل ديروا بالكم. لا تقلق يا يلا أمي. يا ابني عم نحملها على مهل. يلا اجا اخي كمان. شو عم يصير هون يا اخي؟ شو عم تعملوا؟ مثل ما شايف يا اخي. ابني اهلا وسهلا. اهلا فيك امي. ليه فكرنا مبارح أنا وأبوك كل ليل وقررنا نعيش باسطنبول على طول من اليوم، ما رح نفترق أبداً يا حبيبي. أخي فريد أنت كمان تعال أحمل لك شي شغلة معي، تعال يلا. يلا يلا على مهلك. يلا بالسلامة إن شاء الله. تسلمي. سلام الرفقات. من وين اجى هالشي؟ سبب مشكلة مراد وعمر، يعني بعد حادثة الأجدة بنجيب قالوا عائلتي إنه نحنا طايشين كتير ورح يضلوا باسطنبول على طول بعد هلا. يا الله دخيلك. كانوا رح يروحوا وأنت بتعرفي شي كله بسبب هداك الأجدة بنجيب. لا بسبب كذبك أنت وأخواتك. بس ما كانت هي خطتنا يا زهراء، كانوا رح يروحوا بعد ما يطلبوا إيدك. لو سمحتي فهميني زهراء. بفهمك منيح بفهمك، الوضع قابل للتفاهم كتير، منه أنت بدك تأخذ من عائلتك مصاري ومنه بدك تخلص من عائلتك كمان، طبيعي كتير. لا بس يلي ما عم بفهمه شو بده يصير لما نحن ننفصل؟ رح يروحوا أهلك؟
خسرت كتير من ارتفاعي يا زهراء، من غير إنذار رح أضرب بشي. كان بدي ضل باسطنبول واستمر بحياتي، بس سيطروا على حياتي. وفوق هذا أنا خطبت وفي عائلتك طبعاً، لا تاخدي هالشي شخصي. لا يا روحي، استغفر الله. بقدر أنك متفهمة لهالدرجة، إذا بتريدي بدنا ننهي الموضوع. طلع فيني، أمي هلأ عم تجهز بالبيت، أنا شو بدي أقول لعائلتي؟ شو بيعرفني؟ قولي ما بحبه، قولي كان شاب غريب وما بفهمه، بشع غريب وهيك لقي شغلات غريبة. وقولي أنت، تعرف أنه عندي أخ؟ ما فيني أقول أنه بدنا ننفصل ومثل ما بدي. هي مشكلتك أنت زهراء، قولي شو ما بدك. انبسطت بمعرفتك كتير وبتمنى لك النجاح بحياتك. إن شاء الله بتصيري دكتورة ناجحة لما تكبري. الوداع يا زهراء. رح خبر أبوك. قلتي له أنك أنت خبرتي لأبوه مشان يجي؟ أي وقت عرفت أنه خانني عصبت وخبرت أبوه لحتى أنتقم منه، بس ما جبت سيرتكم اطمنوا. على الأقل ما خبرتيه بهالشي. شو كان بدك يعني أقول؟ قلت له يجي لخبره عن موضوع مهم. شو بدي أقول له كيلو البندورة صار غالي مثلاً؟ معها حق. يعني أنا كان لازم خبره بشي مقنع منشان يصدق أنه هو كذب علي. شو قلتي؟ ليكو زهراء قبلت فيه وأنا بقيانة معه، هيك بمخه يعني، هو هيك مفكر، عرفتي شلون؟ وانت شو هدفك من هذا الشيء؟ نهال اهدي شوي وخدي نفس طويل، بالعادة بتكوني ذكية، فكري شوي بهدوء، روقي. لا ماني رايقة، طلع فيني لشوف. انت تطلعي فيني يا بنت. بنت شايفة حبيبتي وروحي اختفوا من حياتك، شكلنا عم نتعرف على وشك الحقيقي هلأ. خرسي يلا، برأيك وحدة مثلي بتقبل تكون المرة الثانية يلي بحياته؟ وبرأيي ما بتقبل. صحيح، ما بيناسب وحدة مثل حضرتك. يلا لقينا طريقة وطلعينا من هاي المشكلة. أكيد رح لاقي، أنا كمان مو عاجبني الوضع. شو بيعرفني، بلكي عاجبك. لا تلاقي، خلي فريد يفكر إنه بورشاك حبيبته وهي بتتحكم بفريد مثل ما بدنا. وبتجيب لنا معلومات، بركي منستفاد شوي. تهديد يعني؟ عيب يا عيب، الشوم عليكي، بيناتنا اتفاقات كتير. وانت ما فيك تعمل مثل ما بدك، انا رح اقول لابوك اذا عملت شي. روحي وخبري، ركدي لعنده وشوفي شو بدي اعمل بوقتها، وانا بركض لعند اخي علي. ليش؟ ليه برأيك؟ وحدة بوحدة. وقف استنى لنقعد ونحكي، بدنا نحاول نحل الموضوع ونحكي بهدوء، ماشي فريد؟ حبيبتي انا من الاول عم بتصرف بعقلي وانت عم تتصرفي بعاطفتك. يعني يا ترى انت خايفه تخسريني ولا شو فريد؟ يا قلبي ويا روحي كمان، عم يصير الوضع غريب اكثر. هلا خفت وما عم بقدر افكر. شوف الجامعه رح تبلش بعد 3 شهور، لما بتبلش منروح فورا لنكتب الكتاب، وانت رح تضل بالنص مثل الزباله ومثل حلمك كمان، فهمت؟ ما رح يصير هالشي بسرعه كتير، ماشي؟ على الاقل في سنه ما فيني. لا 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 انا مستحيل اتحمل. لا لا 3 شهور وساق فيني، رح تكون حر بعد 3 شهور وساق فيني، شو رأيك؟ 3 شهور. يعطيك العافية أخي علي. أهلين. أهلين فيك. خير يا بنت؟ فيك تهتم بدويغو شوي، في عندي شغل مهم كتير. حورية، مشان الله فهميني شو بده يكون عندك شي مهم؟ صارت مشكلة ببيت أختي نيرمان وبدي روح شوف شو صاير. يا ما غيرها مرت اللحام؟ شو صار، مريضة يعني؟ لا مو مريضة، اليوم كان في اجتماع عند اختي نريمان وخالي قدرت، كان بدها عنب بالمحاشي وهي قالت لها ما في، وهديك تقلها لا في، وهديك تقلها لا ما في، وهديك ترد عليها وتقلها لا ما في، بعدين بلشوا يزتوا الصحون بالهواء وطلبوا للإسعاف لاختي نريمان وراحت. شبهها ما عندها عنب اساسا، قالت لي امي نريمان ما بتحط عنب بالمحاشي، لروح شوفها، لازم روح قبل ما تموت هالمره. دير بالك على دويغو لبين ما ارجع وبحكي لك قصه العنب بعدين، يلا باي. شو بتعرف خالتي يا بنت؟ ها نحن أب وبنته على انفراد، ضلينا على انفراد. تعالي لبوسك، تعالي. والله كل شيء غير الأب كذبة بهالحياة. مزبوط. نقعد سوا هلا ومنلعب لعبة العيلة، شو رأيك؟ دويغو هلا عندي شغل، تعالي وقعدي برا شوي لخلص وبعدين بجي لعندك، يلا تمام؟ يلا يا بنتي. خذها يا ابني، خذها للأخ ممتاز ليك جاهزي على السريع.
شو عم بتخططوا انتو؟ بدي افهم كل شيء. حورية هلأ بدها تشتغل جاسوسي عليكم. يي حورية جنتي يا بنتي، انتي ليش عم تحكي مع حالك هيك؟ جنت جنت انا، يلا روحي على شغلك ولا تحكي معي ولا اخ. يا لك امشي امشي، ما فيها مخ. امشي امشي، والله هالبنت مجنونة. عندي شغل انا. لا مجنونة. على يلا يلا يلا. قال جنت مجنونة. ايه هيك منيح. وبرأيي هيك منيح كمان. ايه ايه ماشي اتفقنا لكان. اتفقنا فعلا، الواحد بالنقاش بيطلع معه. منيح لكان، منيح كتير. موافقة بشغلك يا روحي، وديري بالك على حالك. اوكي وانت كمان. اجتماع عاجل يا بنات، بقيان عندي 3 شهور بس حتى خلي فريد يحبني. ايه ماشي بخبركم. اجتماع عاجل يا اخواتي، ما بدي ضل 3 شهور ولا ابقى مشغول باني اقنعها. محتاجين خطة لنخلص من زهراء بسرعة. أناني عنزي ورجيك ورجيكي.